وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ما قال محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم وصلي عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سارے پھر ایک دفعہ لام شریف ترائے دفعہ کل شریف اب الاخر درود پاک پڑھتے ہیں حضرت صاحب نے مل کرنا ہے